مرحبا بكم في قناة موثوق التعليمية. كما تحدثنا في الفيديو السابق والذي نشر بتاريخ الأمس 14 جويلية 2021، كانت النتائج معلنة فقط لهذه الولايات أدرار أشلف إلى غاية وهران سوقهاس كما تلاحظون في هذه الولايات. بعد التحديث وفي يوم الخميس 15 جويلية 2021 طرحت باقي المراكز الأخرى كما تلاحظون، ورجلا الوادي سوق هراس وعين الدفلة، أي أنه في كل لحظة يتم إضافة مركز آخر بالنسبة للاستدعاء الذي سأقوم باستخراجه من ولاية الواد. هنا ظهرت ولاية الواد، سأقوم بالاطلاع على النتيجة. أختار هنا الوادي، أختار هنا تاريخ التسجيل 2019. بالنسبة للخمسة الأرقام الأخيرة وهي كالتالي 00123، هنا نكتب تاريخ الميلاد، وهنا نختار القسم، نقوم هنا بكتابة هذه الحروف، لا تترك الفراغات بين الحروف كما هو في هذه الملاحظة، ثم نضغط على استعراض لتظهر لنا النتيجة. كما تلاحظون القرار مقبول، معدل الامتحان 10 ومعدل العام 6. هنا في الملاحظة في الأسفل يقول لك في حالة ما كان المعدل العام أو المعدل الامتحان 10 ستكون ناجح، ونتمنى حظ موفق للطلبة الراسبين في الدورات القادمة. هنا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لكم على المشاهدة.